السلام عليكم. نلتقي مجددا في تمرين جديد في مرجع جيد في الرياضات المستوى السادس نزولا عند بعض المتتبعين. تمرين رقم 9 صفحة 64. نص التمرين: هذه مصاريف الرياضي محترف سنويا بدرهم. الأحذية 5000 درهم، البدلات الرياضية 3000 درهم، ثم المعدات الرياضية 8000 درهم، والأدوية والمراهم 2000 درهم. أمثل الحيطان الدائري بالنسبة لي أو لكل نوع من المصاريف التالية. إذا سأحاول تفريغ المعطيات في جدولين بأربعة سطور وخمسة أعمدة، ثم أكتب مجموع المصاريف هنا. إذا ثم أحسب النسبة المئوية. لكي أحسب النسبة المئوية كما درست في المستوى الخامس، أنني يمكنني أن أقسم 8000 على 18000 في 100. إذا سأكتب لحساب النسبة المئوية التي يمكنني أن تمثلها المعدات الرياضية، سأقسم مصاريف المعدات الرياضية على مجموع المصاريف في 100 فأجد النسبة المئوية. فسأقوم بعملية القسمة: 8000 مقسومة على 18000. إذا لتسهيل العملية سأقسم المقسوم عليه على 1000 والمقسوم عليه على 1000 وسأضع الفاصلة هنا. إذا ما قسمت 8000 على 1000 ربما سأمسح هذه الأصفار أو أحرك الفاصلة من هنا 3 منازل إلى اليسار. سأشرح: 8000 مقسومة على 1000 تساوي، سأكتب 8000 العدد نفسه. لدي الفاصلة، خرج لنا الجزء العشري لـ8000 منعدم. إذا سأحرك هذه الفاصلة 3 منازل إلى هنا فأجد 8.87. لأن الأرقام الأصفار وراء الفاصلة لا تصلح لي لشيء لا أكتبها إلا إذا كنت أمثل العدد في الجدول العشري فأجد منازلها أو رتب هذه الأرقام الممثلة للأشهر والرقم رتبات الزائد من رقم رتبات الزائد منعدمة يوضع فيها صفر في جدول العشر. إذن 8 مقسومة على 18 تعطيني صفرا. صفر في 18 صفر مقسومة من 8 تعطيني 8. إذن سأنزل أصرفها أعشارا فأخلق هنا منزلة الأعشار، أضع الفاصلة في الخارج. 8 مقسومة على 18 ستعطيني كم؟ 4. 4 في 18 ستعطيني 72، أنقصها من 8 ستعطيني 8. أنزل بصفر أجزاء المئة. 8 مقسومة على 18 ستعطيني 4. 4 في 18 72 أنقصها من 8 تعطيني 8. ثم أنزل بصفر أجزاء الألف. 8 مقسومة على 18 ستعطيني 4 أجزاء من أجزاء الألف. إذا هناك 4 من أجزاء الألف. إذا 4 في 18 ستعطيني 72 نقصها من 72 نقصها من 8 تعطيني 8. ثم أنزل بصفر أجزاء 10 الألاف. 80 مقسومة على
أربعة، على سبيل المثال شخص تعطيني أربعة، هنا أجد كذلك أربعة في 18 في 70 نقصها من 8 ستعطيني 8. إذن هذه القسمة لن أجد خارج العشرية مضبوطا بل مقربا. إذن القيمة المقربة لهذه القسمة بالتفريط هي 0.4444. إذا ما ضربتها في 100 سأجد 44.44. إذا هذه النسبة المئوية تساوي 44.44، وهذا خارج عشري مقرب بتفريط لخارج 18000 على 8000 على 18000. إذا ما لاحظت أنني كلما قسمت 8000 على 4 أجد 2000، إذا سأقسم هذا على 4 فأجد 11.11. إذن هنا سأحاول أن أقسم هذا على 2 وأضربه في 3 أو أضربه في 3 ثم أقسمه على 2، فأجد النسبة المئوية التي تنتجها في تلك المصاريف. إذن فسأجد 11 في 3 ستعطيني 33.33، وأحاول تقسيمها على 2 إلى رقمين وراء الفاصلة، يعني إلى 0.01. إذن 2 أجد 3 مقسوم على 2 تساوي 1، 1 في 2 سيعطيني 2، أنقصه من 3 سيتبقى لي 1، أنزل بـ3. 13 مقسوم على 2 تساوي 6، 6 في 12 ستعطيني 6 في 2 تعطيني 12، أنقصها من 13 ستبقى لي 1، أنزل ب 3 10 ثم أضع الفاصلة في الخارج، ستعطيني كذلك 6، 6 في 2 12، إذا ما نقصه من 13 سيبقى لي 1، إذا ننزل ب 3 أجزاء المئة، ثم 13 مقسوم على 2 ستعطيني 6، 6 في 2 ستعطيني 12، نقصها من 1 من 13 ستبقى لي 1، إذا سأجد هنا المصاريف النسبة المئوية التي تمثل 3016.66، ثم إذا ما جمعت 2000 و3000 سأجد 5000، إذا سأجمع هذه الأعداد التي تناسبها، فأجد أن (16.66 + 11.11) تساوي، إذا لدي 6 + 1 ستعطيني 7، 6 + 1 ستعطيني 7، أنزل بالفاصلة، ثم 6 + 1 ستعطيني 7، ثم 1 + 1 ستعطيني 2، فأجد النسبة المئوية التي تمثل 5000 من المصارف هي 27.77%، وهنا ستمثل المجموع سيمثل 100%. إذا ما حاولت جمع هذه الأعداد سأجد تقريبا 100%، لأنني أخذت القيمة المقربة بالتفريط إلى 0.01 للنسب المئوية. سأحاول أن
الجداره الزوجيه التي تمثل هذه المصاريف في القطع الدائري. اذا قيمه ساكتب هنا قيمه قياس الزاويه بالدرجه هنا. اذا ما لاحظنا ان 18000 ستمثل لدي القطع الدائري كله 63 درجه. ساحاول ان اجد القيمة التي تمثل ربما 3000. إذا أجد أنني إذا ما قسمت 18000 على 6 سأجد 3000. 18000 على 6 أجد 8000. ولاحظ أن 360 قبل القسمة على 6 لأنه قبل القسمة على 3 وقبل القسمة على 2. إذا ما قسمته على 6 سأجد 60 درجة. إذا ما قسمت 3000 على 3 سأجد 1000. إذا سأجد الزاوية التي تمثل 1000 درهم. إذا 1000 درهم ستمثلها كم؟ 20 درجة. 1000 درهم ستمثلها 20 درجة. مثلا يمكنني أن أضيف هنا بأن لدي 1000 درهم ستمثلها 20 درجة، لأنني يمكنني أن أقسم 3000 على 3، إذا سأقسم 60 على 3 فأجد 20 درجة. أجد 20 درجة. ويسهل علي الأمر لحساب قياس الزوايا التي أريدها هنا في القطع. إذا 1000 تمثلها 20 درجة، إذا لدي 2000 إذا ستمثلها 40 درجة. ثم 8000 ستمثلها 20 في 8 إذا ستمثلها 160 درجة. لدي 20 في 1000 في 5 يساوي 5000، إذا 20 في 5 ستمثلها 100 درجة. أحاول أن أجمع الزوايا. لدي هنا 40 زائد 160 تساوي 200، زائد 60 260، زائد 100 360. إذا هنا سأرسم دائرة وأعتقد أنني لا أملك البنطار هنا، ربما سأحاول أن أرسمها بطريقة ربما أخرى. يمكنك من أراد تناوليني الأداة التي يمكن أن أرسم بها القطع الدائري. سأحاول أن أرسمه ربما تسألون أنتم البركان، لكن هنا أتواجد في المنزل ولا أجد هنا البركان لرسم الدائرة. يمكننا أن نرسمها بهذا المعطاد لي. سأحاول أن أجد مركز هذه الدائرة. يمكنكم استعمال البركان لرسم الدائرة. وأعتذر على عدم وجود البركان التي هنا في المنزل. سأستعمل المنقلة. سأرسم أولا شعاعا لهذه الدائرة، ثم أحاول تمثيل بقية الزوايا. سأضع مركز الدائرة في
مركز من قلعة إلى مركز دائرة، ثم أحسبه 100 درجة، أجد هنا 100 درجة، ثم أرسم هذه الزاوية. وأكتب الأحذية، الأحذية 5000 درهم، ثم أرسم زاوية 60 درجة وأكتب هنا 3 الرياضية، ثم أرسم 160 درجة لدي 0 120 ثم 160. عندما حاولت قياس هذه الزاوية يجب أن أجد فيها 40 درجة، وهو ما هو صحيح كما ترون، هو 40 درجة، وهي التي تمثل مصاريف الأدوية والملاعب، وهنا مصاريف الوليدات الرياضية، وهي تمثل 8000 درهم، عفوا درهم، وهنا الأدوية والمراهم ب2000 درهم. أتمنى أنني سوفيت الشرح في إنجاز هذا التمرين، ونرجو منكم دعم القناة في بالمتابعات إن شاء الله.